كل ما تفتح انترو ستجد هذه الملفات، هذا ما يهمنا، والأغنية نحن يهمنا هذا وهذا. أما عن الخط، يمكنك تنزيل خطوط عربية إن كنت ستكتب بالعربية. إن كنت تريد نفس الخط المستعمل في الانترو الذي سأعطيه لك، يرجى عمل كوبي أو ضغطتين فقط عليه، أو يرجى عمل كوبي، تذهب إلى الكمبيوتر، تذهب إلى السي، ثم تذهب إلى الويندوز، ثم هنا تعمل له كولي يعني في الفونت وتعطيه يس، وهكذا هو الأمر. المهم تضغط ضغطتين تدخل عليه، سنرى هذا الانترو. هذا الانترو هو عبارة هكذا عن كتابة أيضا. مثلا سنرى كما ترون، هذا هو الانترو. هنا لدي مجال لأكتب كما ترون، هنا كامتاسيا ستوديو 8 أستطيع تغييرها بأي شيء، أكتب ما أريد عليها، مثلا أمني تك 8 هكذا، أو تكتب هكذا سترون، أو يمكنك أن تكتب بالعربية، يعني أكتب ما تريد بالعربية هكذا. أمني للمعلوميات، ثم يمكنك إن حملت خطوط عربية هكذا يمكنك وضع أي خط عربي تريده أو أعجبك أو لا أعرف أنا هكذا. مثلا نقول أن هذا هو الخط، أن تقوم بالتعديلات، المزيد من التعديلات. مثلا أريد تحريك هذه الكتابة، أقوم بتقسيم هكذا فقط. سأريكم مثال بسيط مثلا لحركات في الكتابة كما تتحرك الصورة هكذا، نقوم بتقسيمها. ثم تذهب إلى Visual Property مثلا وتضغط هنا، مثلا هنا أضغط Edit Animation، هنا مثلا أسحب هكذا أطولها، ثم في التي بعدها Edit Animation هكذا، أنت قسمها أكثر إن أردت، وهكذا Edit Animation هكذا مثلا هكذا. سنرى النتيجة كما ترون، الكتابة تتحرك. يمكنك أيضا إضافة مثلا ترانزيكشن عليها، أي ترانزيكشن تريد، مثلا هنا للجلو هكذا كما ترون، يمكنني إضافة واحدة هنا، ويمكنك تصغيرها أو أي شيء تريد. هذه هي طريقة التعديل باحترافية على الانتروهات. كما ترون أصبح جميل جدا بعد بعض التعديل فقط عليه كما ترون هكذا. الآن لمن يريد وضع اللوجو أو ما إلى ذلك، هي صعبة نوعا ما، انتظر نعود قليلا إلى الخلف هكذا. المهم نضع مثلا الانترو، نضع اللوجو عفوا الصورة. سأريكم طريقة التعديل. أولا صغرها، هي في كل الأحوال عليك تصغيرها. المهم عليك صنع لوجو بالفوتوشوب مناسب هكذا. ثم ماذا ستضغط؟ هنا كوبي وهنا باست كما ترون، نضعها في البداية ثم كوبي وهنا باست، وهنا هذه ترانزيكشن. أذهب إلى ترانزيكشن مكتوبة جلو، سأضع جلو مثلها وأنزع الكتابة لوضع اللوجو. الآن هنا في الأخير كما ترون اللوجو كبير جدا على الصورة، لذا عليك تصغيره. هنا تضع 25 وتضع هكذا، تصغره أكثر وأكثر حتى يصبح مناسب مع الصورة سنرى. وعليك التعديل أكثر وأكثر في كل مرحلة، يعني كما ترون هنا سنجده كبير، عليك تصغيره أيضا. فقط أنا أريكم هكذا، يعني أنا أعطيكم الفكرة. كما ترون في كل أحوال خرجت فكرة جيدة، يمكنك تصغيره مثلا هنا، يمكنك إضافة أنيميشن أو ترانزيكشن كما تريد هكذا. يمكنك وضع الشعر الخاص بك، التعديل عليه أكثر. أيضا يمكنك في هذه المرحلة تصغير الصورة والتعديل عليها. في الأخير تضغط بروديوس أنشار وتختار جودة الـ HD أو الفول HD وتضغط نيكست، تعطيها اسم، وهذا هو المسار الذي تجد به هذا الفيديو. هذا كل ما لدي اليوم. الانتروهات الأخرى سأدعكم لتروها الآن. لا تنسى وضع سبسكرايب على قناتي، لايك لصفحتي، ومتابعتي على مواقع التواصل الاجتماعي للمزيد من المعلومات والدروس الرائعة. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.